بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ساعة نسمع إن الله يدافع، يبقى لا بد أن نستشعر أن هناك معركة، والمعركة التي يدافع الله عنها إنما تكون بين حق أنزله وباطل يواجهه. وقد تقدم قبل ذلك أن قال الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذان خصمان اختصموا في ربه. وما دامت هناك خصومة فلا بد أن تنشأ بين الخصومة معارك. المعارك قد تأخذ صورة الألفاظ والمجادلة، وقد تأخذ صورة العنف والقوة والشراسة. لم تقف المسائل بين خصوم محمد صلى الله عليه وسلم وبينه عند معركة الجدل في السحر وأنه مجنون وأنه شاعر واستهزاء، بل دخلت في معركة التعذيب. كانوا يعذبون من آمن، ويأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مضروبين أو مشدوخين أو مجرحين، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لم أمر بقتال، اصبروا اصبروا صبرا صبرا. إلى أن جاءت المسألة، فقال الحق سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فقول الحق إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع مبالغة في يدفع. يدفع قد يدفع شيئا مرة واحدة وتنتهي المسألة، إنما يدافع يبين أنه يدفعه والخصم يقابله المدافعة أيضا، فتحصل مفاعلة من الجانبين، تبقى فيه إيه؟ معركة. وما دام جاءت المعركة يبقى فيها منصور وفيها منهزم. فالحق سبحانه وتعالى يطمئن المؤمنين على أنه سيدخل في جانبهم، يدخل المعركة في جانبهم، وبعد ذلك يدافع عنهم. ودفاع الحق عن الحق يأخذ صورا متعددة. أول هذا الدفاع أنه أذن لهم في أن يقاتلوا. ثاني، يقول: ما دام تقاتلوا لازم تعدوا للقتال عدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى ده كله في باب الايه؟ استنفذوا اسباب النصر على عدوكم، فان استنفذتموها حسب استطاعتكم اتدخل انا بجنود لم تروها. يبقى اذا مش بس المدافع عن ربنا لازم الجنود لم يروها، لا، برضو كانوا امرهم انهم اذن لهم ان يقاتلوا. معنى كلمة أصل أذن لهم أن يقاتلوا معناه أن كان في استشراف أنهم عايزين يأكلوا. يا رسول الله نرد عن نفسنا، يا رسول الله نخلينا وقفهم عند حدهم، يا رسول الله فيش. معنى أذن زي ما تقول إيه؟ لواحد كان يلح عليك في أمر وتصبره. وبعدين يقول لك: يا سيدي جه الإذن. يا سيدي جه الإذن يعني إيه بقى؟ يعني الأمر اللي أنت كنت بتطلبه وأنا بمنعه، الإذن جه فيه. أذن للذين يقاتلوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ليه؟ أم قالك لأنه مش معقول يبعث رسول وبعد ذلك يجعل الباطل ينتصر عليه. يبقى ما كانش له لازمة خالص، يسيب العالم في فزازه بقى. يبقى ما دام بعث رسول فطمأن الرسول، قال إيه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين هم المنصورون، وإن جندنا ولا ينصرن الله إن تنصر الله الله. إذا كل آيات فيها اطمئنان، ولكنها جاءت مراحل. لماذا؟ لحكمة. التوقف عن القتال لحكمة، قتال أيضا بس في صفوف الصفوف الواحدة، لأن القتال بيبقى بين واحد وعدوه. أما لك لا، أنا هعمل قتال بين كنتم وبين بعض قبل ما تأذن لكم في القتال، وهعمل أشياء يفتنوا فيها الناس، فلا يبقى معكم إلا مين؟ إلا الصنديد، إلا القوم، عشان أنا يعني أنقيكم من الخور، وأنقيكم من الجب، وأنقيكم من الناس اللي يعبدون الله على حرف، علشان بعدين تحملوا الدعوة وتبقوا أهل لأن تحملوا هذه الدعوة، لأن دعوتكم ستقوم عليها الساعة، ودعوتكم منتظمة لكل الأرض،
ولكل الأجناس وكل الألسنة. فدعوة مهمة، يبقى مين اللي يقوم بها؟ لازم يكون رجال أقوياء، مين يبتليهم بالفتن والفتن، يجي النبي يسرع يسرع وبعدين يمفتن الناس، يجي مش عارف يمفتن الناس، يصفوا 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 يصفهم كما يصف الصائف الذهب بتاعه انه يعرضه على النار كتير عشان يطلع منه الايه؟ الخبث، ويبقى الصنف الايه؟ الصنف الجاي. يبقى في قتال، بس قتال في صف واحد. ان الله يدافع عن الذين امنوا، ليه؟ لان الله لا يحب كل خوان كفور. بقى المسألة خلي ربنا تقف في المعركة عشان ايه؟ عشان فيه خوان، فيه والخوان هو الكثير الخيانة، مبالغة في خائن، وكفور برضه مبالغ مش كافر، كفور. طب خوان في ايه؟ ده الخيانة دي تقتضي ان فيه في امانة. قال لك ايه في امانة؟ ايه الامانة؟ ام قال لك في امانة اولى، وهي التي قال الحق فيها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وحملها مين؟ وأشفقنا منها وحملها الإنسان. يبقى أنت خدت رضيت أنك تكون أهل لحمل الأمانة، لكنك كنت هذه الأمانة، لأن أنت كنت ظلوم وكنت إيه؟ وكنت جاهل. طيب وإيه الثاني؟ قال لك وفيه أمانة قبل كده، اللي هي أمانة عهد الزرع، وإذ أخذ ربك من بني إيه؟ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه؟ من بعدهم. طب الأمانة دي بعيدة شوية، مين اللي هيفتكر بقى أمانة الذر والبتاع والعيد دي غفلة الدنيا وشهواتها وبتاع تغطى على ذلك؟ طب خذ الأمانة الثانية اللي عرضنا الأمانة، أو أنكم لم تكونوا أمناء. ليه؟ لأن الله الذي خلقكم من عدم بإقراركم، ولئن سألتهم إيه؟ من خلقهم؟ يقولون الله. وخلق لكم السماء والأرض وما فيها من الخيرات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ لكنكم أقررتم بأنه من الذي خلق. لما لم أقررتم بأنه الذي خلق، كان وفاء هذا الخلق الإيجاد من عدم والإمداد من عدم أنكم تعملوا إيه؟ تأمنوا به الصعود. يبقى أنت خنت الأمانة دي. وكفور ستر نعم الله التي أعطاها له وقعد مدة طويلة ينعم بنعم الله ولم يكلفه إلا بعد مدة طويلة. يبقى فيه اثنين، خوان وإيه؟ وما دام خوان وكفور يبقى لابد أن أرسل رسولنا أن يدخل مع الرسول في معركة. المعركة إنني أوجه الأول، ومن التوجيه دفاع، أذن للذين يقاتلون أن ينظر، وأوجه وأقول إيه؟ أعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وإيه؟ كل ده من الإيه؟ الإعداد. فإذا عزت المسائل عليكم أنا ما إيه؟ أنا معكم، أأيدكم بجنود إيه؟ مش هتشوفوه. وقد كان ذلك في دفء الدعوة، ألم يؤيد الله نبيه بجنود لم يروها؟ ده أيدهم الكافر، ده اللي كان بيهديه لطريق الهجرة مين؟ واحد كافر، واحد مشرك، وأبرية بالجعل والمال ومش عارف، وما فكرش فيهم إنه يقول لا ده أنا آخذ الجعل وأدس على محمد وأقول لهم إنني كذا كذا الله. ألم ينصر الله بالطير الحمام الذي غيم على الإيه؟ العنكبوت الذي أحيانا مش كده؟ مش دي ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا الله ومعه؟ ألم يؤيده بالأرض التي تسوق تحت فرس سراقة؟ طب ما هي دي برضه جنود إحنا ما شفناهاش. كل شيء، كل هذه جنود لم إيه؟ لم نرها. وما دام بيؤيدكم بجنود لم تروها، يبقى بس انتوا اعملوا ايه؟ استنفذوا الايه؟ الاسباب. ليه؟ لان الله كان من الممكن ان لا يجعل واحدا منهم يطلع براسه يعاند محمد، انما الحق سبحانه وتعالى عايز ناس تجيله ايه؟ طواعيه. ولذلك ايه؟ النشأ ننزل عليهم من السماء ايه؟ تظلت اعناقهم لها خاضعين. قلت لكم ربنا مش عايز ايه؟ قوالب، ربنا عايز ايه؟ عايز قلوب تؤمن بيه. إذن فالحق سبحانه وتعالى لو أنه نصره بكل جنود الغيب، يقول لك ده آفات طبيعية جات لنا، أو حاجة مش عارف ريح زي الريح اللي جات الأحزاب، حاجة طبيعية الأرض اللي خسفت بينا، السماء مش عارف سقط علينا كده. لا إذا ما بقول لا، أنا عايز يفهموا إن كل كلمة إيه بتغلبوهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بإيه؟ بأيديكم. إذن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم إيه؟ لقدير. الأول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ولذلك قال إيه؟
حق سبحانه وتعالى ايه؟ قال انا عايزكم تقاتلوهم بس ما تعتدوش ولا تعتدوا. قاتلوا في سبيل الله الذين ايه؟ ولا تعتدوا. ان الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث سقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. الله. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى الاول قال لهم ردوا العدوان. ما تبتدئوش انتم بالايه؟ لكن بعدين هيقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يبقى الاول ايه؟ صبر. وبعدين قال لهم ايه؟ دافعوا عن ايه؟ عن نفسكم فقط. انما ايه؟ ما تعتدوش. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. وما دام ظلموا يبقوا يدفعوا عن ايه؟ عن نفسهم. وان الله على نصرهم لقدير. باسباب يمكنهم منها وبغير اسباب ياتيهم بقوه خطيه لا ايه؟ لا لا يرونها. الذين اخذوا العينه هنا فين؟ اين الظلم؟ الذين ايه؟ اخرجوا من ديارهم بغير حق. اذا لو انهم خرجوا حق عملوا حاجه ولا خدشوا الامن ولا اجرمهم ولا خرجوا على قوانين قبائلهم ما حصلش. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا حاجه واحده، ان يقولوا ايه؟ ربنا الله. طيب هم لما قالوا لما يخرجوا عشان قالوا ربنا الايه؟ الله. ممكن دي كانت تخليهم يخرجوا؟ قال لك لا. طب ما هي بآية ثانية في أصحاب الأخدود قال إيه؟ وما نقموا منهم إلا أنهم يؤمنون إيه؟ الله. مش كده؟ قال لهم آمنوا بالله. قال وما تنقمون منا إلا أننا إيه؟ آمنا بالله. هي دي تنكرت زي ما في لوط قال إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا شباب من خرجهم؟ قال إنهم أناس يتطهرون. لكن أنتم بتقلوا على أنفسكم أنكم آل نجاسة. بقى نخرجوا لأنهم متطهرين ولكن يتمسك بهم لأنهم متطهرين. أكن بقول زي ما تيجي تقول إيه؟ قال لا عيب في فلان إلا أنه كريم. طب هو ده عيب؟ هو ده عيب؟ لا عيب في فلان إلا أنه فصيح. لا عيب في فلان إلا أنه إيه؟ إلا أنه إيه؟ شجاع. يقول إيه؟ يجي واحد ثاني يقول لك إيه؟ لا عيب لا 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 لا, لا, لا كرامة في فلان إلا أنه إيه؟ لص. طب تبقى هي اللصوصية تبقى إيه؟ ما تنفعش. ما تنفعش الحكايه. يبقى انتم لقمتم شيئا كان يجب ان ايه؟ ان تمدحوه. ليه؟ لان الايمان بيسوي حركه المجتمع. ما يخليش حد يسرق من حد، ما يخليش حد يظلم حد، ما يخليش حد يغتاب حد، ما يخليش حد يسقط حد بسوء، ما يخليش حد يرضى حد. تبقى دي تنكرت؟ لا ما تنكرتش. يبقى انتم بقى اذا طبعتم فتبت، فجعلتم ما كان يجب ان يحب مكروها. وجعلتم ما كان يجب ان تقبلوا عليه منصرفا عنه. يبقى انتم طبائعكم ايه؟ فسدت. والطبائع الفاسده ما فيش شك انها فاسده، اللي تسيب ربنا اللي خلق السماء والارض وخلقهم وتروح تقف قدام حجر. يبقى طبائع فاسده ولا مش فاسده؟ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. في آية ثانية تقدمت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الايه؟ الارض. فسدت الارض يمكن في الحركة بتاعت الناس مع بعضها، انما قال لك ده الفساد هيتعدى مش لديك، ده الفساد هيتعدى الى ان مقومات اليقين الايماني يكرهوها ويهدوها كمان. قال ايه؟ يبقى دي في ايه؟ في ارتقاء في الجرائم. الاول لفسدت الارض، الارض تفسد. طب وتفسد لولا دفع الله الناس بعضهم؟ قال لك لما يجي واحد ظالم وبعد ذلك يستشري في بلد ويستشري في بلد يستعبد الناس ويمتص خيرهم وايه؟ ودمائهم ومحدش يقدرش عليه. يوم حتى اللي بيشتغل وبيوفر حاجه يقول لك انا هشتغل ليه؟ ازاي اشتغل على قدي؟ محدش يتملك شيء يخاف وبالحركة تبطل ولا ما تبطلش تقوم تفسد الايه؟ تفسد الارض. أم قال لك لا ده يرجع الفساد في الارض ينجعوا مع بعض. انما ده الاشياء التي تعتبر رباطا بين السماء والارض وهي المعابد التي يعبد الله فيها ويدارس في منهجه دي هتخرب ربنا. واذا كانت دي بقى هتخرب يبقى ايه الميزان اللي هيقيس الحياه ايه؟ يبقى ما فيش ميزان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع
وربنا جاب ايه؟ ولو ما قالش ولولا دفع الله الكافرين بالمؤمنين، لا مطلق الناس مطلق حتى في الكفرة. لو ما كانش ربنا يدفع الناس اللي صاير كلام العالم لحد دلوقتي ايه؟ اللي فيه قوتين اثنين، واحدة في الشرق وواحدة في الغرب، وقاعدين لبعض، تانية تخاف تعمل حاجة، لا تانية ترد وتعملها معركة وتعملها مذابح. الله ده مجرد الاعداد للعملية نهاية، فما بالك لو انهم دخلوا ايه؟ دخلوا حرب وهزمت واحدة. الله. طب لكن ده ظالم وهيجي في ظالم. أم قال لك ما هو بقى الحق سبحانه وتعالى عشان يكيد كل الظالمين بكل ألوانهم وفنونهم، ما يجيبش خير يؤدب ايه شرير، لا يجيب شرير يؤدب شرير. ادي العظمة. والخير يقعد يحط رجل على رجل كده ويبص، ما يدخلش طرف في المعركة. ليه؟ قال لك لأن الأخيار ما يصمدوش على العملية دي. رجل الخير ما يقدرش يعمل العملية دي. فربنا يقول له لا، انت تقعد زي الباشا كده، وانا هسلط على الظالم اذهب منه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، لان اهل الخير يقدروا يعني يبقوا قلبهم ايه. هو النبي بعد ما صنعوا معه ما صنعوا، وصنعوا مع اتباعه ما صنعوا، ومكنه الله ودخل مكة فاتحا، كيف دخلها؟ دخلها وراثيا عند قرابوس السرج. راته عند قرابوس السد، قرابوس الحته اللي على السد كده تبقى راته كده، يبقى ما فيش ايه؟ استعانش. ومع ذلك ابو سفيان يقول للعباس لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيم. ملك ايه اللي احنا شايفه داخل المكه ازاي؟ الله. وبعد ذلك يجيبوا كلهم بقى وانهزموا، يقول ما تظنون اني صالح؟ يقول لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. ايه الرحمة دي؟ ايه الدين اللي بالشكل ده؟ دين ده حد ينصرف عنه؟ ما حدش ينصرف عنه. اذا لكن الاشرار يقدموا ايه؟ واحنا بنشوف في عصرنا لما يكون عهد فيه ظلم ولا اخره، الاخيار يقولوا يعني ساكتين، غير ربنا يعملوا حاجة يسكتوا. ربنا مسكتهم عشان ما يدخلش المعركة، وبعدين يجي ظالم يروح واخد من ظالم، ويا سلام واحنا قاعدين ايه؟ نتفرج كده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ما قالش اي بعض يدفع لاي بعض. ساعة ما تسمع كلمة بعض دي افهم ان كل واحد صالح ان يكون مدفوعا ومدفوعا عنه. يعني النهارده ده يدفع ده ويوقفه عند حده، ويجي في حته تانية اللي كان ده يدفع ده ويوقفه عند حد، يبقوا هم قاعدين لبعض ايه؟ في العداوة زي الديوك. يبقى مش فيه طائفة تدفع طائفة، لا كل طائفة صالحة ان تكون مرة ايه؟ مدافعة ومرة مدافعة ايه؟ عشان تبقى دايرة، تبقى ايه؟ تبقى دايرة. ولولا دفع الله، ولذلك احنا لما جينا في آية ورفع بعضهم فوق ايه؟ اي بعض مرفوع؟ واي بعض مرفوع عليه؟ ورفع بعضهم ايه؟ رفعنا بعضهم على بعض ايه؟ طب اي بعض مرفوع؟ واي بعض مرفوع عليه؟ كل واحد زي ما قلنا مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء اخر. ما فيش حد ابن ربنا، خلاص كده؟ يبقى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اي بعض مدفوع واي بعض مدفوع عنه، كل واحد صالح ان يكون مرة ايه مدفوعا ومرة ان يكون مدفوعا عنه. لهدمت صوامع، مش مثلا هجرت، مش مثلا استنكرت كده، يعني ما حدش يدخل ايه، مش وقفوا ناس يمنعوا اللي يدخلوا ده ايه يعني المكان ناس ينهد عشان ايه؟ لانها لو قامت وظلت يمكن تذكر بعدين الناس تقول لك ده اسمها ايه؟ يقول لك ده حته كانوا بيعبدوا ربنا فيها، قال لك لا دي اخرى تنشا عشان ما تبقاش ولا ذكرى موجوده. لهدمت صوامع، صوامع جمع صومعة، الصومعة هي متعبد خاص، في حاجة متعبد عام عند النصارى، متعبد عام اللي هي الكنائس كل واحد يدخل، انما الصومعة لا تكون في حضر اولا، بل تكون في ايه؟ في جبال ولا في وديان بعيده كده، عشان هيتخصص فيها ناس رهبان
رهبان يعني ينقطعون عن ايه؟ عن كل حركة الدنيا افضلوا للايه؟ للعبادة. ودي طبعا ما كانتش في ما جاتش في الاسلام، انما هي كانت في الايه؟ في النصرانية. ورهبانية اتبعوها، لم ينأ الله عليهم انهم ابتدعوا رهبانية. واحد عايز ينقطع في العبادة لله ما نمنعوش، بس الذي نعي عليهم مش انهم بقوا رهبان، نعي عليهم انهم بقوا رهبان وقالوا احنا انقطعنا عن اسباب الحياة ولكن ما رعوها حق رعايتها. لو رعيتها حق رعايتها كويس يبقى كويس يا سيدي، انما ما رعوهاش حق ايه؟ ولكن الاسلام جه منع الايه؟ قال لك برضو تستطيع الاسلام عمل، قال لك تستطيع ان تترهب وتنقطع للعبادة لله وانت مع الناس في جلوة. ايه انت؟ ان يكون كل حركتك في ملك ربك، تبقى فيه خلوة وفيه ايه؟ جلوة. الجلوة انك تتعبد وانت مع الناس في حركتهم. ولذلك سيدنا عمر قال اخوه ايه؟ اخوه اعبد منه. اخوه اعبد ليه؟ لانك انت تستطيع في اي حركة من حركاتك تجعلها خالصة لمين؟ خالصة للايه؟ لله. وانك انت بتعمل دي، احنا الانسان منا في العمل مؤمن او كافر بيعمل ليه الاول حاجة؟ مش عشان يقوت نفسه ويقوت من يعود ويعيش. طب ما يدي الكافر بيعمل كده برضه، لو كان المؤمن فضل على دي برضه يبقى زي الكافر. امال ايه المؤمن بيعمل؟ قال لك لا، المؤمن مش بيعمل عشان يقوت نفسه، يقول له افعل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك، فما اخذته من حاجتك خذ وما بقي فتصدق به على من لا يقدر على الحركة. ولذلك شوف القرآن لما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد افلح المؤمنون الذين هم والذين هم للزكاة فاعلون. هم للزكاة فاعلون يعني ايه؟ مؤدون؟ لا، ده يقبلوا على العمل لان في نية الزكاة. بقول الجدع نيات في العمل عشان تاخد اللي يقضيك والباقي اثنين، فكأن إقباله على العمل وفي نيته أنه يعمل لقصد إيه؟ أما كل الناس مؤمن وكافر بيعمل لأنه يعوز نفسه. يبقى الفرق بين حركة المؤمن وحركة الكافر إيه؟ إن الكافر بيعمل عشان العملية دي، لكن المؤمن في باله الغير اللي مش غادر يعمل. والذين هم للزكاة لقصد الزكاة ونيتها فاعلون. فإن لم يتميز المؤمن بشيء يبقى زي الكافر. طب ما الكافر بيعمل كده. ولذلك احنا مرة مثلا جينا من المريض زمان في الثلاثينات نزور واحد هنا مريض، وبعد ذلك كان ساكن في حته اسمها السكريه في حواري وبتاع واحد، والدنيا كانت شتا واحنا جايين من الريف وجايين لابسين بقى والدنيا يعني انا شتا. طب قلنا ناخد ايه؟ تاكس. كنا نقدر نمشي انما ناخد تاكس عشان يعني ما تفسخش. فلما جينا عند الحاره اللي هندخلها التاكس ما رضيش يدخل، قال لك انا ما ادخلش، ده كلها روبه وطين والتاكسي ده انا نظف التاكسي بالاجره. ما رضيش يدخل، واحنا اصرينا على اننا نفضل راكبين والا نجيب له البوليس. الى الراجل ربنا حنن قلب الراجل ودخلنا بنا، وكنا رايحين نزور سيدنا الشيخ الحافظ التجاني رضي الله عنه. لما جينا ننزل قلنا له انت كنت هتاخد في المشوار ده كام؟ فقال جبنا ربع جنيه، فطلع لي جنيه واديناه له. الراجل هينظف العربيه بقى يفضل برضه حالي. قلت له يا ابني انت بتشتغل ليه؟ فقال انا اشتغل عشان انا مصالحي وعيالي. قلت له انا عايز تزود حاجه ثانيه وتيسر على المسلمين حاجاتهم. يعني يكون عملك انك تيسر. فالراجل الكلمه ايه؟ لبسته. قال لي والله لا ارد راكبا ابدا. اهو ده الكلام بقى. يبقى ايه؟ انسان مش يشتغل عشان حاجته، لا، وينظر الى حاجه الايه؟ الى حاجه الغير. يبقى والذين هم لايه؟ للزكاه فاعلون مش مؤدون. لا، قال لك فاعل يعني كانت نيتهم في الفعل ان هو يفعل فعل على قدر طاقته ويتجدع النيه، واللي ياخد اللي ينوبه يعني او يقضيه، والباقي ايه؟ يتصدق ايه؟ يتصدق به. له الدم الصوامع وايه؟ يبقى احنا بنقول بقى الصوامع اللي هي ايه؟ اماكن لقوم خصصوا نفسهم للعباده ولا يزاولون حركه من حركه الايه؟ الحياه اللي هي الايه؟
الاسلام جه منع دي لا رهبانيه في الايه. ليه؟ لانه اعتبر كل حركه مقصود منها صالح المجتمع كله حركه ايه؟ حركه ايمانيه. حركه ايه؟ ايمانيه. لكن افرض الناس انقطعوا، قال لك ده اللي بينقطع بقى ده للعباده يبقى له شروط. الشروط انه ما يقولش لحد الدنيا حاجه، يبقى يتجدع شويه في الاول كده ويخلي حاجه عنده يعيش منها، وبعدين ينقطع للايه؟ للايه؟ للعباده. ولذلك يقول لك ايه؟ اقبال يقول لك ليس زهدا، ليس زهدا تصوف من تقي فر من غمرة الحياة بديني، سابه من حركة الحياة وقعد انقطع كده بعيد عن الناس. انما يعرف التصوف في السوق بمال ومطمع وفتون. ادي التصوف. نعم. له الدمت صوامع وبيع، يبقى الصوامع للرهبان اللي منقطعين اللي احنا نسميها دلوقتي ايه؟ دير. في عرفنا نسميها ايه؟ ولذلك تلاقي الاديار دائما في الحته الايه؟ البعيده اللي مش عارف قاعد ينقطع عن ايه؟ عن الناس. ولكن البيع بالعامه دي نسميها احنا الان ايه؟ كنائس. له الدمت صوامع وايه؟ وبيع. وصلوات، الصلوات دي بتاعت اليهود، ما تعبد اليهود يسموها صالوتا. صالوتا يعني مكان الايه؟ مكان التعبد. طب هو ما يرتبهاش له الدمت صلوات اللي قبل اليهود كانوا قبل الايه؟ المسيحيين. لا، هو بيقرب للقريب مني فالابعد. له الدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، دي بقى لمين؟ نعم. يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقوله له الدمت المساجد، له الدمت مساجد، يدل على ان لا بد للمسلمين من مكان يحكر للعباده. اما الارض فكلها ايه؟ مسجد. والى لقائنا اخر ان شاء الله.